ببص لقلبت الناس بعيط، ببص للاب اللي حضن عياله بعيط، ببص للاخ اللي مش عنده رحمه ولا دين ببكي. ركب العربيه وعدى عليا نجري ماشي على الطرق، انا مشدود والله العظيم، وحياتي اللي خلقني ما بمشي على الطرق كده هو زي المجنون كده هو. هلم زباله عشان خاطر بدل ما مديت الناس ولا اعمل حاجه غلط، بلم زباله عشان ادوم رزق، وحياتي اللي خلقني ما بكدب دي مش اخ. حتى اقول للعالم شو وراه، مش وراه زجلها بالطول، والله دي بيحصل، والله العظيم دي بيحصل، والله دي بيحصل. والمصحف وحياتي اللي خلقني روحت بيت في زاويه جامع، والقران بيتت في زاويه جامع، واللي خلقني انا وامي كنت حاضنه ابني كده، ويوم ما طردنا في الشارع فك الشبابيك وغرمانا حبت عزولنا قدام الباب، وانا كنت حاضنه ابني جخن جيران طصوا علينا ميه واحنا قاعدين. انا اخويا بقول انا كنت فين، والتاني بقول انا كنت فين، وحياتي اللي خلقني بكذب عليكم. لبسنا بقشة تلمنا، قشة تلمنا تبقى ملكنا من غير معاناة وضرب، يمشخوتهم في الطرع والمصرف وانا ماشية، والناس كلها كان بيشوفني وانا ماشية في الشوارع، نقول يا بنت حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. ومعايا دلوقتي ايمان اخت الابو، اهلا وسهلا بك يا ايمان. اهلا بك يا استاذة. لسه ايمان الحرب دي مستمرة؟ زادت اكتر. زادت اكتر والله. كل ما نمشي من بيت لبيت ومن حارة لحارة برضه يعني مش عايز يسيبنا ميتين ولا حيين، ولا احنا عارفين احنا عايشين ولا احنا ميتين من كتر الالم اللي بيجينا والحرب والفجر والمعاناه. نقول مش هسكت لما ادفنكم واقتلكم. ليه ده كله؟ وعشان هو معاه فلوس، والفلوس دي الحكومه عارفه هو بيجيبها منين. يعني هو عشان معاه فلوس يعني المفروض يساعد اهله، مش يضرب. مساعدته باهله ان هو يجيب صحراء ودجالين ايه يمشخوتهم في الطرع والمصرف، وانا ماشيه والناس كلها كانت بتشوفني وانا ماشيه في الشوارع، نقول يا بنت حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. لما بمشي على الطريق يعني ايه بتمشي في الطرع؟ يعني بمشي بيعملوا لي على مخي امشي. قلت روحت لدكاتره مش عارفه عندك ايه، قالوا يا بنتي معموله. قولي للاستاذ المشاهد. لما يعني الاخ امشي على طريقه وعلى سكه مش يخاف على الارض ولا شرف، ان واحد مثلا يتعرض لاخته المفروض يغطي اخته وشعر لحم اخته، واحنا الكل مهددنا، احنا الكل خرب حياتنا كلها، خرب حياة اخويا، خلاص طلق مرته. يعمل لكم عمل؟ اه عنده كتب خدمه وجايب واحد من المنصوره وقاعد في هناك في كاريه الزرزمون، وبقول مش هسكت لما ادخنكم التربه. ومسيطر جامد بالفلوس اللي معاه، واحنا ده اخواته، يعني احنا مش عملنا بدون اي سبب. المفروض هو عطفه حنانه قلنا ان هو يلمنا، يلم اخواته. شوف الناس كلها عايشه ماشي، انت خدت المنزل. هو بيتصدق بماله؟ اه معاه فلوس كتير. طب ما هو الاقربون اولى يعني. لا ده هو بيساعدنا يعني بيكر على الناس. يعني بوز علينا. عمل لك عمل؟ بهدلنا احنا الكل. طيب قولي لي انتوا دلوقتي بتباتوا فين وعايشين ازاي؟ بيتين. انا اعرف لما بتروحوا مكان بيسلط الناس او بيهددهم. بيهدد الناس. بيهددنا وانا بيتت في الجامع. والله العظيم نمت في الجامع. هو كان يعرف كده؟ هو كان يعرف، وانا كل ما اخبط على اخويا عشان يبيتني مش رد. ابن عمي بيتني مش رد بيته، انا ولا ابني ولا امي. يقول لا مش هتبيته، يلا مشوا من هنا. وحتى لما بروح يعني نتأجر بيت يطردنا منه. انا مش عارفه يعني موضوع مش هيخلص ده. وبيجوعنا وبيهين فينا وبيقول مش هسكت لما ادفنكم تحت الارض، مش انا وراكم زمن طويل. انت مطلقه؟ اه قاعده على ابني بقالي 17 سنه. معاكي ولد واحد بس؟ اه. قاعده مع والدتك؟ اه. ووالدك فين؟ والدي قاعد مع اخواتي دكم اللي هم مبسوطين. قاعد معاهم؟ اه. كان الاول قاعد معاكم؟ يجا قاعد معانا. وبعد هو يعني ابنه قلنا تعالى قعد معانا عشان هو معاه فلوس بقبض عشان ياخدوا منه قبضه عشان مش يدينا فلوس. يعني خدوا منكم؟ خدوا من ابونا كمان. بعد ما خدوا منا الاراضي والدار كله. لسه بيضربك؟ هو بيكر الناس علينا. يعني مثلا في مره تقول لي يلا تضربني وتيجي تمسكني من شعر، كسروا لي سنتي، ضربوني، بهدلوني، واروح المركز اعمل المحضر، المحضر ينحفظ. طب انت ضربتك ايه؟ ضربت اللي انا اخويا دي عايز اخد حقي منه، انا واهلي كلتهم اللي احنا بيتنا في الشارع وبدلنا، قلنا زي متسولين. حتى كل ما اروح امشي كل يوم، امشي كل يوم، كل ما امشي مهججني كمان، يقول لي مش وانا ماشي يسرط عليا الشباب يتف عليا ويشتموني وانا ماشيه. ضربوني بالفاس ونايموني في الارض وطلعوا يجروا وقفلوا عليا بالباب وراحوا طلعوا على المركز عملوا محضر رسمي عشان اطلع من الدور. قال لازم تطلع من الدور، وانا سبت الدور. دي مش اخ والله العظيم، دي مأخ وحياه ربنا، دي مأخ. بدي ادي صوتي للرئيس ان احنا تعبنا من كتر اللي احنا بنشوفه في البلد. حتى بحرض عنا البلد، الكاريه اللي احنا قاعدين فيها، وكل ما نروح لمكان يقولوا طردوهم وتضروهم. نفسي اساله انت بتعمل فينا ليه كده؟ طب احنا مش اذيناك. نفسي اعرف دي اخونا ولا عدونا. المفروض الاخ هو اللي يراعي اخواته، مش يسيب اخواته في الشارع ولا يهينهم. لا ده لسه بقولها حالي فيكم كمان، لسه مسيبكم في حالكم، والله العظيم ما رضي يسيبنا في حالنا. وحياه ربنا.
خايفه منه؟ اوه مهددنا، هددنا حتى بالسم كمان. خايفه على ابنك؟ هو خايف على ابني وخايف على اخواتي، البدل في الشهر كله. انا اخويا بقول لي انا هكون فين، والتاني بقول انا هكون فين، وايات اللي خلقني بكذب عليكم. لبسنا بقشه تلمنا، قشه تلمنا تبقى ملكنا من غير معاناه وضرب. ده احنا امي الست الكبيره دي بتبقى تروح تكنس لعند الناس عشان خاطر، ولا تمسح لهم حته عشان خاطر تبقى معاها 10 جنيه وتجيب لنا واكل، وحياه ربنا حياه اللي خالقني كمان مره. وانا قاعده على ابني بجري 17 سنه المفروض يشيل شرفه لاخته، لما يعني محترمه ومؤدبه وماشيه في حالها ان هو يساعدها. اللي بيساعدني ان بيقول لي لو انت اتكلمت ورحت عملت اي حاجه هقطع لك رغباتك، وجايب ناس في قريه الزرزمون وبيقول هنقتلك ومش هنسيبك في حالك انت ولا اخواتك كله، واحنا علينا كتير وعزة جلالتي اللي بقينا اكتر. مفيش حد كبير في القريه يقعد معايا ويتكلم؟ مفيش حد خالص، ولا حضرتك في جنب الولايه، ابو الولايه شرد ولايه. انا روحت بيتت والمصحف وحياتي اللي خالقني روحت بيتت في زاويه جامع، والقران بيتت في زاويه جامع، واللي خالقني انا وامي كنت حاضنه ابني كده، ويوم ما طردنا في الشارع فك الشبابيك وهرمانا حبت عزولنا قدام الباب، وانا كنت حاضنه ابني دخل جيران طصوا علينا ميه واحنا قاعدين. الجيران؟ الجيران والله العظيم الجيران كانوا بيرش على ميه والله العظيم. وربنا من غير اي سبب انا نفسي اعرف اللي دي اخ ولا دي عدونا ولا دي جند اسرائيلي لما يحارب في عرضه وشرفه. الاخ بيغطي اخواته حتى لو متعارين بيغطيهم، لو بنت اللي بتغلط بيحاسبها، انما دي مش حسابنا، دي رمانه وزجلنا. بقول والله من انقطم رقبتهم وصلت على الناس كلها، حتى الشباب ما تمشي في البلد بتمشي تتفع عليها وتشتم شباب الكاريت الزرزمون. المفروض دي المفروض لو حد قال لاختك يعني كلمه انت اللي تقف جانبها، انما عنا عانينا كتير. مش عارف احنا كنا عايشين ولا احنا ميتين عند الوقت. احنا لو متفرين تحت الارض كان ارحمنا من اللي احنا بنشوفه من اخ، ودي اخ من الاب. واه الولايه له ثلاث ولايه، اهو ابو الولايه شرد ولايه في الشارع. المفروض اللي حتى وجعه ان هو يلم اخوته بقى خلاص كده. لا ده خد الدار، لا ده كل ما نمشي من بيت لبيت وحر لحور وتسجيل طوب. انت عايزه ايه؟ انا عايزه مساعده من الناس كلها ان تسمع صوتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يسمع صوتي، ان مفيش ناس اتحرف فيها بالطريقه ديت، ان دي مش اخ، دي مش اخ، دي معدوم رحمه ودين. انا مش عارفه امشي بيه بدنيا، انا وابني كل يوم ماشي في الدنيا كل يوم عايطه بص لمناظر الناس عايشه ازاي، واخ بدل اخويا كل يوم كنت اغسل دم عصام اخويا، اكتب بالله كنت بغسل دم اخويا كل يوم، واللي خلقني طعنه بالخنجر. ورحت ادور على اخويا مش لقيته، لقيناه في مستشفى الجامع. من اللي خبط يا ولاد؟ يا ثلاثة أربعة، بيحرض الناس كلها علينا بفلوس وبفلوس ومع ضرارات، والمصحف مع ضرارات. بيجيبها منين دي أنا مش عارفة. وعامل يحارب فينا بفلوسه، بدل ما يساعد اخواته بيساعدنا بكتب السحر. حتى الأذية عاملها كتب سحر كمان. يعني رحمنا ولا سابنا عايشين ولا ميتين. وأنا قاعدة على ابني بجلس وعندي سرطان في صدري. ألف سلام عليكم. خبطوني بقى لحد كسر له عروق صدري، روحت كشفت التقرير في مستشفى بقية، اللي مش كدبني يتصل بقية يقول له توكيلي ناق بيني وبينه، ومش عرفت اتعالج. المواصلات مش كانت معايا، المواصلات مش كانت معايا، ودي مش اقوى. انا بطلب كده كل واحد يشوف صوت يعني صوتي يسمع لهم يعني يوصل لهم، اللي انا عايز اعرف الولد ده اللي كان عدونا وبيعمل فينا اللي كده من يوم ما انولدنا، حتى يعني هو برده من يوم ما انولدنا واحنا كده يجي يضرب فينا ويدخل لي دوره الميه، ولازم يضربني في دوره الميه ويضرب اخواتي ويضرب حسام اخويا محمد اخويا في دوره الميه، لازم عشان دوره الميه شينا عشان يدمرنا زي ما احنا متدمرين. بقى يجيب امي يشدوا دنيها وبالمطوه وغزوها في راسها وراس في راس امي، وخدوا حته الدور اللي كانت حالتنا كانت لا مواليه. هل مواليه تقعد في الشارع بشكل لبسك كان هشوفيها يعني اختك شرفك وعرضك انت اللي تلبها وتخاف عليها، انما مش ترميها في الشارع بالمنظر ده. انا تعبت من كتر البكاء اقسم بالله العظيم كما مره كل يوم بعيط معيط قدر عيط تاني، والقران تعبت من كتر العزن اللي شايلها. بقول اللي احنا عايشين ولا احنا ميتين، دي مش اخ. انا بطلب باعتقاله ان يعرفوا ان الراجل دون بيعمل ليه كده في اخواته، عشان هو الاخ ماشي في ورث او باخد الورث. انت خدت البيت، طب انت عايز مني تاني؟ مش معقوله في اخ زي ده في الدنيا، مش في التاريخ ده، في بلاد العرب هنا في اسرائيل هناك اللي بتحارب في فلسطين. ده حتى الوكيل اقسم بالله اللي هيجي يعمل تحريرات علينا ما هيلاقينا عند عندنا اي حاجه خالص. ببص للناس بعيط، ببص للبس الناس بعيط، ببص للاب اللي حضن عياله بعيط، ببص للاخ اللي مش عنده رحمه ولا دين
ببكي ركب العربيه وعدى عليا نجري ماشي على الترع. انا مجنون والله العظيم وحياتي اللي خلقني ما بمشي على الترع كده. هو زي المجنون كده هلم زباله عشان خاطر قدام امي دي الاسوه اللي عمل حاجه غلط. بلم زباله عشان ادوم رزق وحياتي اللي خلقني ما بكذب. دي مش اخ حتى اقول العالم شو وراها مش وراها زجلها بالطول. والله دي بيحصل والله العظيم دي بيحصل والله دي بيحصل. روحوا شوفوا عنده كم بيت. عنده بيت في زرزمون، عنده بيت في ابو كبير، عنده بيوت وعامل مشاريع، واحنا رمينا في الشارع وبهدلنا بفلوسه. ادي الاخ انا بطلب ان كل يشوفني انا عايزه حق من الاخ ده وحق اخواته وحق دم اخواته وحق ضربنا، لان دي مش اخ. ومعايا دلوقتي مرات الاب اللي كبرت وعلمت وربت واعتبرته واحد من ولادها، وفي الاخر للاسف الشديد انضربت وتهانت وانطردت من البيت، ودلوقتي انا اسفل الكلمه مش لاقيه تاكل. اهلا بك يا حاجه وشرفتينا. ربنا يبارك لنا الله فيك يا رب. ربنا يخليك. بالله لا قال لا عندي فرشه ولا عندي سرير ولا عندي دولاب ولا عندي ثلاجه ولا عندي بوتاجاز، ولا هي كبيره في السن مش هون كنت باخبز مصطك رجز مش هون بقدر امسك المطرح. بس اللي نطلبه وجوزك سابك كده هونتي عليه؟ يما سابني وخدوه عشان مش يصرف علينا ولا يدينا ولا يوكلنا ولا يسقينا. بعد ما ربيتيهم بعد ما ربيتهم قطعين لي دينه ويهونون يقولوا مرة احنا عاوزين نقطع رقبتهم، هم دول مش عيالنا ولا اخواتي ولا هي مرت ابوي. بيتبروا منا يعني بالمعنى الاصح، ويقول الفاظ مش كويسه لبناتي ولادي بناتي انا، ومبهدل ولادي. انا كان جاي يضرب ابني عمل 5 عمليات في بطن. بالله العظيم 3000 فيشه هات لي جيبها لي، ومدمرنا ومش بعد عنا شتيمه وقله ادب وهانه، وسلط علينا العيال الصغيره يا مره يا هبله. وقول للبنت بنتي انا العيانه المريضه اللي بتطفش على الترعه، وراح اكلمهم اقول لهم عايزه بس منكم مساعده، بس تودوا خدكم للدكتور. يقول احنا بارئين منكم بارئين منك، يعني هم بيساعدوا الناس كلها وعندكم انتم مش راضيين يساعدوا. لان احنا بسلط علينا بلطجيه زقلوا فينا طوب احنا نايمين في الليل. يا ساتر بالله العظيم 3 طوب اتزقل علينا وحاجه مسخره وقله ادب، وبهدلوا بنتي ويقولوا وانا وليا كبير زقلونا بالطوب في الليل، واقوم مرعوبه على تسجيل الطوب في الدار اللي بالطين اللي انا قاعده فيه. يعني انت لو لقيتي مكان في اي بلد مش مشكله؟ مش مشكله انا عاوزه امشي من الزرزمون اصلا. انا مش هقعد فيها اصلا. ليه؟ لانهم كلها برشيهم بفلوس علينا، مرشينهم كلهم علينا بفلوس. يعني مدمر ابن بنتي دي الغلبانه اللي هي قاعده عليه دي، مدمرها مدمر وبيسلطوا على امه. بقول له عايزك تقتل امك وتقتل، مش بقول لمخزن الواد بعد ما كان حلو معايا، مش يقول انا عايزك مش تقول لها يا مره روحي يا مره وتعالي يا مره انت يا مره. ابن بنتي بعد ما كان حلو سلطوا علينا، لم بهدن مبهدلنا اخر 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 بهدل، ولا سيبنا بحقنا سيبنا. مش لما بيدخل لنا مسكر رزق يقطعوا، مش عاوزنا نعيش على الدنيا. هو اصلا مش عاوزنا نعيش على الدنيا.